شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول محرم الحرام. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، نقدم مقدمة، وهذه المقدمة هي أن الإنسان ككل يعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى هي المشكلة النظرية، والمشكلة الثانية هي المشكلة العملية. أما المشكلة الأولى فهي عبارة عن مشكلة الرؤية، هنالك أسئلة تلح على ذهن البشر، الأسئلة بعضها أسئلة ثانوية، هذه ليست لها تلك الدرجة من الأهمية، وإن كان الإنسان بطبعه يبحث عن الحقيقة ويفتش عن الحقيقة ويحاول الوصول إلى جواب كل سؤال. حتى الطفل، ما أعلم ملاحظين الأطفال في البيوت، أي شيء يحاولون أن يجدوا إجابته، هذه طبيعة. ولكن هنالك أسئلة رئيسية، هذه الأسئلة الرئيسية تتعلق بهوية الإنسان، تتعلق بالهدف، تتعلق بالطريق،
تتعلق بالمسير وتتعلق بالمصير. إذا الإنسان ما وجد جوابا لهذه الأسئلة، هذا يعيش في حالة من الحيرة والتمزق الداخلي. نقرأ في المفاتيح: وحيرة الضلالة. هذه عبارة جدا دقيقة. الضلالة فيها حيرة، واحد متحير لا يعلم ماذا يفعل، لا يعلم إلى أين يتجه، لا يعلم ما هو الهدف. إحنا مرتاحين، نعلم من أين أتينا وإلى أين نذهب وما هو المصير وما هو المسير، واحد مرتاح. أما الشاب الذي فقد هويته، يعيش في حيرة، لا يعلم من أين أتى وإلى أين يذهب وما هو الشيء المجهول الذي ينتظره، هذا يعيش في حالة حيرة لا حدود لها. مثل إذا واحد يعيش في صحراء، أنتم تعلمون أن هذا الطريق طريق المقصد، واضح تخرجون من بيتكم مرتاحين، هذا هو الطريق وهذه هي العلائم، تمشوا مطمئن. أما ما أعلم اتفق لكم في يوم من الأيام أنه واحد يضيع في صحراء، ما يعلم وين يذهب، ماذا يفعل، ما هو المصير الذي ينتظره. الآن ثعبان يطلع من تحت الأرض ويلدغه ويموت، الماء اللي عنده ينفذ ويموت من العطش، الطعام اللي عنده ينتهي ويموت من الجوع، هذا أي حالة يعيش؟ أنتوا تصوروا هذه الحالة، واحد تائه في الصحراء، أي حالة من القلق والاضطراب يعيش فيها. هذه هي ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الضلالة فيها حيرة، الضلالة المعنوية مثل الضلالة المادية. الضلالة المادية، الضلالة الظاهرية، شلون واحد يعيش في حيرة؟ كذلك الضلالة المعنوية، والضلالة المعنوية أخطر، لأنه الضلالة المادية منتهى الأمر واحد يموت من العطش، هذا هو، هذا نهاية الأمر. أما الضلالة المعنوية واحد إلى وين ينتهي؟ مو معلوم، يعني جدا مو معلوم، أبعاد القضية مو معلوم. هذه هي حيرة الضلالة. ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذه الحالة اللي ابتلي بها شبابنا الذين فقدوا هويتهم، شبابنا اللي يسكعون في طهران وفي غير طهران، فقدوا هويتهم، تشوفه من الناحية الظاهرية مرتب، ولكن في داخله يعيش أبشع أنواع الضياع. هذه الحالة اللي الآن موجودة في الغرب، في الغرب أنتوا لا تشوفون المظاهر المادية،
انتوا لاحظوا داخلهم هذا الضياع الداخلي الموجود. احد الاخوة كان في بلاد الغرب، اكو الان في الغرب اقبال الى حدود على هذا الدين، اقبال على هذا الدين، وانا اعتقد ان احدى العوامل وراء هذه الموجة اللي الان بالغرب موجودة موجة منع الحجاب. ليش هذه الموجة؟ ربما يكون من العوامل المؤثرة في ذلك أنه دا يخافون من الإسلام. الإسلام يخوف، مو خوف يعني قضية الإرهاب، قضية الإرهاب قضية ثانية، الإسلام كدين هذا دا يخوف الحكومات الغربية، لأنه هنالك حالة ضياع داخلي يبحثون عن شيء، لذلك يحاولون تذويب هذا الوجود بقدر ما يتمكنون. واحد من الإخوة الذين كانوا في الغرب كان يقول إحدى العوامل المهمة في قضية إقبال الغربيين على الإسلام قضية الموت. قضية الموت جدا قضية خطيرة وجدا قضية مهمة، أنه ماذا بعد هذه الحياة؟ الغرب ما عنده جواب على هذا السؤال، جواب اللي يشبع الضمير يروي الوجدان، ما عندهم جواب. أما الإسلام راجعوا كتاب منازل الآخرة، واضح. القرآن الكريم واضح. قضية الموت أنه إحنا بعد كم عام سوف نموت وننتهي ونتحول إلى تراب، ثم ماذا؟ هذه ثم ماذا تشكل حيرة وتدفع كثير من الغربيين إلى اعتناق الإسلام. هذه المشكلة الأولى التي يعاني منها البشر، وهي المشكلة النظرية، مشكلة الرؤية. إحنا نعتقد أن قضية عاشوراء وقضية كربلاء وقضية الإمام الحسين صلوات الله عليه أفضل رافد لإعادة هذه الهوية ولإعطاء هذه الهوية. إحنا حقيقة إذا كنا نتمكن أن نتعامل مع قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه بشكل أفضل، كنا نتمكن أن نخرج شبابنا من هذه الحالة اللي الآن يعيشون فيها، كنا نتمكن أن نعطيهم هويتهم، كنا نتمكن أن ننقذ الغربيين من هذا الضياع وهذه الحيرة التي يعيشون فيها. وكم من الملايين، عشرات الملايين يمكن، مئات الملايين يمكن، على مر التاريخ قضية عاشوراء، قضية كربلاء أعادت إليهم هويتهم. الفاضل الدربندي
ينقل في بعض كتبه هذا النموذج واحد من ملايين النماذج. ينقل في بعض كتبه القضية باختصار أنه واحد من كبار الهندوس الذين يعيشون في الهند من كباره. أحد الإخوة كان جاي من الهند كان يقول في طبقة المنبوذين الموجودين في الهند وهم بالملايين، كان يذكر الرقم الآن ما أتذكر الرقم، أرضية جيدة أكو لقبول الإسلام، ماكو واحد، يعني واحد بالمقدار الكافي. هي إذا قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه كانت تطرح على المنبوذين، ماذا كان يحدث فيه؟ ويقول هذه الحروب، هذا الأخ اللي كان جاي من الهند اللي الآن دا يثيروها بين المسلمين وبين الهندوس بين فترة وأخرى، يسوون حريق هجوم كذا، من جملة العوامل لذلك صنع الحاجز النفسي بين الهندوس والمسلمين، حتى هذا الهندوسي في يوم من الأيام لا يفكر يصير مسلم. هذه قضية الإرهاب اللي الآن يرفعونها في كل مكان، هذا لصنع الحاجز النفسي حتى يوم من الأيام الغربيين لا يفكرون يصيرون مسلمين. هذا من جملة عوام. يقول أنه هذا الرجل اللي كان من كبار الهندوس على أثر قضية تشيع وترك الهند وجاء إلى كربلاء، القضية مذكورة في الكتب. يقول الآن هذا الرجل من أعبد وأزهد أهل كربلاء. شوفوا شلون الإمام الحسين يقبل للأفراد، واحد عابد وثن كافر يتحول إلى واحد من أعبد وأزهد أهل كربلاء. هذه القدرة الهائلة على التبديل والتحويل الموجودة في قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذه المشكلة الأولى، المشكلة النظرية، مشكلة الرؤية، مشكلة الهوية، مشكلة الحيرة، مشكلة الضياع. وفي هذا المقطع نقرأ ليستنقذ عبادك، يعني قضية الإمام الحسين لها هذه القدرة أن تستنقذ كل العباد من الجهالة وحيرة الضلال. والخطباء حفظهم الله ينقلون أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عندما يظهر يخاطب أهل العالم بقضية الإمام الحسين: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين، إلى آخر الكلمات التي يقرأها الخطباء، قتلوه عطشانا. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية التي يعاني منها البشر ككل، المشكلة العملية. المشكلة العملية يعني شنو؟
المشكلة النظرية حللناها، مشكلة الرؤية والهوية حللناها، أكو مشكلة ثانية، المشكلة العملية. المشكلة العملية إحدى أهم المشكلات، وهذا فيه بحث طويل يحتاج إلى مجال آخر. أكو كلمة يقولها بعض العلماء، يقولون مهمة الأنبياء تتلخص في كلمتين. الكلمة الأولى إيصال جوهر العقل إلى مرحلة الكمال النظري، هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية اللي هي مهمة جدا عظيمة، إيصال جوهر الإرادة إلى مرحلة الكمال العملي. إيصال جوهر الإرادة إلى مرحلة الكمال العملي يعني شنو؟ بكلمة يعني شنو هذا؟ يعني أنتوا بكرة تريدون أن تقوموا لصلاة الصبح، خلون المنبه على ساعة وقت الأذان في الساعة 5:30 مثلا، تقوموا على المنبه. كل حركة تحتاج إلى إرادة. واحد يخلي إيده على المنبه ويغلق المنبه وينام مرة ثانية. المشكلة وين هنا؟ المشكلة في الإرادة. هذا الرجل إرادته ضعيفة، ما يتمكن يقوم. جوهر الإرادة أن تصل أو يصل إلى مرحلة الكمال العملي. سأل الآن هذا واجب، تقومون لصلاة الليل بكرة، تصممون أن تصلوا يعني في هذه الليلة صلاة الليل، تخلون المنبه في الساعة 5 أو تقرون هذا الدعاء، هذا الدعاء مجرب للاستيقاظ في أي وقت تريدون. اللهم لا تنسني ذكرك ولا تؤمني مكرك ولا تجعلني من الغافلين. اقروا هذا، صمموا أن تقوموا في الساعة 5 لأداء صلاة الليل، تقوموا تفتحون عينكم، المخدع الوثير ما يخليكم تقوموا، اثاقلتم إلى الأرض. هذا اثاقلتم يعني واحد ما عنده إرادة، إرادته لم تبلغ إلى مرحلة الكمال اللي يقوم من مكانه. إيصال جوهر الإرادة إلى مرحلة الكمال العملي. مثال آخر، أنتوا تبدأون بصلاة معينة، هذا أشكل من الأولين، الأول مشكل، الثاني أشكل، هذا المثال الثالث أشكل من الأشكال. أنتوا تبدأون بالصلاة، تقولون الله أكبر، وتصممون في البداية أن يكون ذهنكم عند الله سبحانه وتعالى. كم ثانية إرادتكم تتمكن تحتفظ بهذا التوجه؟ كم ثانية؟ يمكن في كل صلاتنا يمكن 4 ثواني فكرنا عند الله والبقية فكرنا من هنا ومن هناك.
واحد ما يتمكن، ما عنده قدرة على التحكم في باطنه، هذا معناته أن جوهر الإرادة لم يصل إلى مرحلة الكمال العملي. هذه هي المشكلة الثانية، المشكلة العملية، هذه القيود التي تشدنا إلى الآن. إحنا نعتقد أن النظام العبادات أولاً، هذه الحالة تحتاج إلى طاقة، هذه القضايا تحتاج إلى طاقة، يعني تحتاج إلى قوة باطنية. هذه القوة الباطنية منو يعطيها؟ يعني أنتم عندما تردون تقومون من المخدع، هذا يريد قوة، منو يعطيكم هذه القوة؟ نحن نعتقد أن قضية كربلاء وقضايا كربلاء إحدى القضايا المهمة العظيمة. القرآن مهم جدا في هذا البعد، الصلوات اليومية مهمة جدا في هذا البعد، كلها تعطي طاقة، الأدعية مهمة جدا في هذا البعد، الذهاب إلى مكة والعمرة مؤثر جدا في هذا البعد. إحدى القضايا المهمة اللي تعطي للمؤمنين على مر التاريخ هذه الطاقة القوية الهائلة قضايا كربلاء. هذه الطاقة اللي كانت في قضايا كربلاء، طاقة هائلة كانت وراءها. هذه القضية قضية الحر، الحر في هذه اللحظات بأي طاقة وبأي قدرة عظيمة تمكن أن يختار هذا الاختيار. هذه الطاقة الهائلة التي كانت عند شهداء كربلاء، هذه المعنوية الهائلة التي كانت عنده، هذه على مر التاريخ تعطي للمؤمنين، ما أقول في اليوم الأول، كل مرة تذهبون فيها إلى منبر، كل مرة تقرؤون فيها كتابة، كل مرة تفكرون في قضية من هذه القضايا، هي هذه تعطيكم طاقة باطنية هائلة. الحكومة الظالمة في العراق ماذا فعلت مع المؤمنين في العراق؟ هذه القضايا التي جرت في السجون، يمكن أغلبكم لم تذهبوا إلى السجون، ولكن كلمة السجن كلمة وفيها ألف معنى، تحت هذه التعذيبات الهائلة من اللي كان يعطيهم هذه القدرة وهذا التحدي وهذا الصمود؟ هذا مظهر من مظاهر هذه القدرة الباطنية، منو كان يعطيهم؟ إحدى الأشياء المهمة قضية كربلاء وقضايا عاشوراء. الرجل يعذب، يعلق بالمروحة 3 أيام من رجله، ومع ذلك لا يقول كلمة، هذا أي قدرة يحتاج؟ هذه القدرة قد تظهر في السجن بهذا المظهر، قد تظهر في جبهات القتال بذاك المظهر،
قد تظهر في صاحب الجواهر عندما يقعد 25 عام أو أكثر أو أقل ويؤلف الجواهر. هاي نفس الروحية، هذا جوهر الإرادة واحد ولكن مظاهرها مختلفة. هذا اللي يعلق بثلاثة أيام، هذا الذي يذهب إلى ميادين القتال ويقتل، هذا اللي يقعد 25 عام في بيته ويكتب، هذا جوهر الإرادة واحد ولكن له مظاهر. هذه الطاقة التي كانت للشيعة على مر التاريخ في مقابل هذه الحكومات، من اللي كان يعطيها؟ المنبع منك؟ المنبع المهم أو إحدى المنابع المهمة الإمام الحسين وأصحابه الأوفياء صلوات الله عليهم أجمعين. هذه كلمة حول دور قضايا عاشوراء في حل المشكلة النظرية وحل المشكلة العملية. ننتقل إلى موضوع ثاني، ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا أن نتحرك، جزء الوظيفة طبعا هذا، في دوائر ثلاث. الدائرة الأولى دائرة البيت، قضية البيت قضية جدا مهمة، أنه نخلق من أولادنا ومن عوائلنا، نخلق منهم جيلا حسينيا. هذه القضية مهمة جدا، أن نشدهم بالإمام. أن نجعلهم محبين، والهين، مشدودين. هذا وظيفة منه، وظيفة الآباء والأمهات. هذا الانشداد منو يخلق؟ المناهج العلمية الموجودة في المدارس لا تخلق هذا الانشداد. هاي المناهج الموجودة ما تخلق هذا الانشداد إلا بشكل باهت، ومع ذلك الغرب مو راضي عن هذه المناهج. انتوا سووا مقارنة بين المناهج الموجودة عندنا والمناهج الموجودة في الغرب. المناهج الموجودة في الغرب تشد الغربيين بتاريخه، وهذه قضية مهمة في كل أمة، أن ينشد الفرد إلى تاريخه. تشدهم، مناهجنا في هذا البعد جدا ضعيف، ماكو شد. والغربيين ايضا يريدون تغيير هذا الموجود، هذا الموجود ما يريدوا، يريدون يضعفوا. الاباء والامهات، هذا الشيء اللي كان متداول قديما، ان الام قبل ما ينامون يتحدثون مع أطفالهم، يجعلهم يعيشون، يجعلونهم يعيشون أجواء خيبر. هذا الطفل الصغير الآن يعيش أجواء خيبر، الآن يعيش قضية أبو ذر، يفهم أبو ذر، الطفل بمقداره يفهم، يعيش قضايا عاشوراء، يعيش قضايا أبي الفضل العباس وعلي الأكبر والطفل الرضيع. طفل يفهم هاي الأشياء،
من ينقل له هذا الانطباع ويكون في هذا الانشداد؟ الآباء والأمهات. وإن تجربوا شهرياً 3 أشهر كل ليلة قبل ما تنامون اذكروا لأطفالكم قضايا كربلاء، قضايا أمير المؤمنين، قضايا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. شوفوا شلون ينشدون بعد مدة لا يتركونكم، كل اللي يردون منكم قضية. شلون يربيهم هذا؟ ليش نجد أنه قديما ذاك الانشداد العجيب كان، والآن هذا الانشداد ضعف؟ واحد من عوامل الآباء والأمهات. الشريف الرضي رحمة الله عليه كان يعيش في بغداد، كربلاء مو بعيدة عن بغداد، كم كيلومتر؟ يمكن ذاك اليوم مسيرة يومين كان من بغداد إلى كربلاء، ما كان يجي إلى كربلاء. الناس من أطراف العالم كانوا يأتون إلى كربلاء، الشريف الرضي جامع نهج البلاغة ما كان يجي، كانوا يلحون علي أنه ليش ما تجي بغداد خو مو بعيد. كان يقول أنا أعرف بنفسي أنا ما أقدر، أنا أروح إلى كربلاء. حقيقة واحد عندما يدخل أراضي كربلاء ويتذكر هنا التل الزينبي، هنا مصارع الشهداء، هنا كذا، أنا ما أتمكن ما أتحمل. كانوا يلحون علي وما كان يقبل. بين قوسين أقول هذه القضية، كان عندنا واحد من الأخوة له أخو راح إلى كربلاء بعد قضايا الانتفاضة، كربلاء كانت مهدمة، الآن مهدمة أيضا. فالذين كانوا معه كانوا يقولون هذا الرجل خلال هذه الفترة كل كان يمشي حافيا في كربلاء، ودائما كان باكيا، كان يمشي حافي وكل كان يبكي. فكانوا يقولوا له أنه ليش تبكي؟ كان يقول في الواقع كربلاء اللي أنا شفتها أنتوا ما شفتوها، حقكم، أنا شفت كربلاء أخرى، الآن أشوف كربلاء ثانية. بعد ما رجع إلى قوم سألوها كيف كان؟ قال في الواقع أنا طلبت موتي من الإمام الحسين لما رأيته. وفعلا ركب السيارة وراح إلى مشهد، في طريق الذهاب أو طريق الإياب اصطدم سيارته ومات. الشريف الرضي كان يقول أنا ما أتحمل. على كل حال بعد أن بلغ 50 من العمر قرر أن يأتي إلى كربلاء. إجا إلى كربلاء من بغداد ماشيا، كأنه ذاك الوقت كان يطول يومين أو كذا. عندما لاحت له قباب الإمام صلوات الله عليه من بعيد خلع حذائه وأخذ يهرول ويقرأ هذه القصيدة المعروفة اللي الخطباء يقرؤونها، كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، إلى آخر القصيدة لعلها 40 بيت، يهرول
ويلطم ويبكي إلى أن وصل إلى قبر الإمام الحسين صلوات الله عليه، فانكب على القبر صارخا باكيا، وبعد فترة انقطع أنينه وانقطع صوته، حركوه وإذا به ميت هذا الرجل. هذا الانشداد وهذا الحب وهذا الوله، هذا الذوبان كيف يخلق؟ أول شيء هذا عمل الآباء والأمهات، أن يخلقوا هذا الانشداد وهذا الحب في قلوب الأولاد. أحد الخطباء المطلعين كان يقول كلام لطيف، كان يقول إحدى الأشياء التي جربت في مدارس الأطفال محاولة شد الأطفال بالإمام المهدي، إمام زماننا، أطفالنا عندهم رؤية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، عندهم انشداد. قال جرب في المدارس التي وجد فيها أساتذة يذكرون الإمام المهدي ويزرعون في قلوب الأطفال حب الإمام المهدي، ذول الأطفال من الناحية الدينية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الاعتقادية أفضل من غيره. الطفل عندما ينشد بإمام زمانه قطعا هذا يغير فيه، حتى في البيت يتغير، سلوكه يتغير. هذه الوظيفة وظيفتنا إحنا الآباء، ووظيفة الأمهات، وظيفة الإخوان لإخوانهم الصغار، أن يحاولوا أن يوجدوا هذا الانشداد وهذا الذوبان. هذا الشيء الأول. إذن الوظيفة الأولى أن نتحرك في إطار البيت. الوظيفة الثانية أن نتحرك في إطار المجتمع، واحد بالمقدار اللي يتمكن. هذه الفكرة التي اقترحها الوالد رحمه الله إضاءة المدينة بالمصابيح الحمراء، واحد كل بيت يجعل مصباح أحمر، هذا إحياء لهذه القضية في المجتمع. واحد يتمكن بيته فقط لبيتي، يتمكن لعشرة بيوت عشرة بيوت، يتمكن لألف بيت لألف، يتمكن لمائة ألف بيت لمائة ألف. أظن السيد الرجائي الكبير حفظه الله قال كان هنالك رجل فقير ما عنده أموال، الآن ما أذكر تفصيل القضية، إجمال القضية، شبح القضية، يقول كان هنالك رجل فقير ما عنده مال، هذا في أيام عاشوراء كان يقيم مجلسا ضخما للإمام الحسين. من أين؟ هذا الرجل كان يذهب ويأخذ عبادات استجارية، صلاة استجارية أو صوم استجاري بما فيها من العناء الشديد، حتى يتمكن في أيام عاشوراء يقيم هذا المجلس الضخم، وأظن قال كان يطعم في هذا المجلس.
هذه القضية الثانية، إحياء قضية الإمام في المجتمع بمقدار الإمكان. القضية الثالثة إحياء أمر الإمام الحسين وقضايا كربلاء في العالم بمقدار الإمكان، اللي الآن أصبحت قضية ميسرة مع هذه الوسائل الجديدة. نختم كلامنا بهذه القضية، هذه الأشياء، هذه الأعمال تسبب البركة في حياة الإنسان بالإضافة إلى آثارها الأخروية. ينقل أنه كان هنالك رجل، هذا كان من الذين وفقوا للتشرف برؤية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وينقل أنه كان يتشرف كثيرا مرة ومرتين. سئل هذا الرجل أنه كيف وصلت إلى هذا المقام، البداية شنو كانت؟ قال أنه في ليلة من الليالي رأيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، فطلبت من النبي، لاحظوا التوجه، في عالم الرؤيا أن أوفق لرؤية الإمام المهدي. يعني هذه الحاجة كانت ملحة على ذهنه حتى في عالم الرؤيا يطلب هذه الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن أردت ذلك فابكي على ولدي الحسين في كل صباح ومساء. ما بيشي واحد يخلي الشريط مسجل لأحد الخطباء ويبكي صباحا ومساء. في زيارة الناحية نقرأ: فلأندبنك صباحا ومساء. قال: أنا فعلت هذا العمل لمدة، ثم كان هذا مفتاح التوفيق لرؤية الإمام المهدي صلوات الله عليه. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن لا نفرط في هذا المجال، في مجال البيت وفي مجال المجتمع وفي مجال العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي